قام اللاعب رجب مارو مهاجم فريق غزل المحله بنشر اعتذار عبر صفحته الشخصيه لمجلس اداره النادي والجهاز الفني بعد رغبته الشديده في الرحيل من الفريق في يناير الماضي طبعا لاحد انديه الدوري الممتاز. واكد اللاعب على استعداده لتقبل اي قرار من اداره النادي بعد ايقاف مستحقاته خلال الفتره الماضيه، ونجح اللاعب في تسجيل 4 اهداف مع الفريق.